السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مي عبد الفتاح من قناة كبسولة طبية. إن شاء الله يا جماعة نكمل مع بعض كورس الفسيولوجي. طيب مبدئيا كده، بس في تعريفات بسيطة كده في البداية. هو يعني إيه فسيولوجي؟ ده عبارة عن برانش أوف ساينس، يعني جزء أو فرع معين من العلوم. تتعامل مع إيه؟ تتعامل مع الفانكشن. يعني إيه الفانكشن؟ يعني وظائف الأجزاء بتاع الجسم. يبقى هو ده الفسيولوجي، بيتعامل مع الفانكشن الوظائف، مش بيتعامل مع التراكيب بقى وتشريحها. لا، هو خلاص احنا شرحنا في ماده الاناتومي، دلوقتي هنعرف بقى ايه الفانكشن، ايه الوظائف، ايه الوظائف بتاع الايه كل جزء في الجسم. طيب قال لك ان احنا هنا الجسم بتاعنا فيه خمس اساسيات او خمس تراكيب اساسيه، او بيتقسم، بص لك ايه زي الارض، 5 بيزك ستراكشر اورجانيزيشن اوف ذا بودي. في خمس تقسيمات. بيقول لك ايه؟ احنا بنقسم الجسم على المستوى الكيميكال، بنقسم الجسم على مستوى السيلولر، مستوى التيشو، مستوى الاورجن، مستوى السيستم. يعني ايه؟ قال لك ان انت اصلا جسمك فيه من جوه في ذرات وفي خلايا وفي عناصر، في كربوهيدرات، في ليبت، في دهون، في كربوهيدرات اللي هي السكريات. ده كله تبع مستوى انهي؟ تبع مستوى الكيميائي. طب الحاجات دي موجوده فين؟ موجوده جوه خلايا جسمك، جوه خلايا جسمك. طيب قال لك خلي بالك، كل ما بننزل يعني الكيميكال اصغر من السيلولر، والسيلولر اللي هو معناها مستوى الخلوي اللي هو الخليه هيكون اصغر من اللي تحته من التشو، والتشو اصغر من الاورجن، والاورجن اصغر من السيستم. فالنظام اللي كل ما بينزل تحت بيكبر. طيب يقول لك الكيميكال ليفل ده معناها يقصد بيها ايه؟ هفهمك هنا. يقول لك ايه؟ قال لك ان هي الكيميكال ليفل يقصد بيها الاتومز، الذرات اللي تبقى اصغر حاجه يعني في الماده، اللي هو سمولست يونت اوف ماتر، هو اصغر حاجه في الماده الذره. بيقول لك لما بنجمع ذرتين او اكتر مع بعض، اهو تو اور مور اتومز مع بعض توجذر، بيكون لي ايه؟ المولكيول، الجزيء. يعني الجزيء عباره عن ذرتين او اكثر. قال لك بعد كده ايه؟ قالك ان الكيميكال دي اللي هي موجوده في الجسم، مش احنا بنقول احنا بنقسم الجسم على حسب المستوى الكيميائي. الكيميكال اللي موجوده في الجسم دي ممكن تبقى بتتقسم لحاجتين، ديفايدد انتو تو حاجتين بقى، الان اورجانيك حاجات غير عضويه، وحاجات اورجانيك حاجات عضويه. قالك الاورجانيك زي ايه؟ يعني اورجانيك يعني جزيئات عضويه في جسم حضرتك بتتكون من ذره الكربون والهيدروجين، كربون والهيدروجين، بس طبعا بايه؟ على حسب بقى كام ذره كربون وهيدروجين في جسمك. فلك ان المركبات العضويه او الجزيئات العضويه دي الاورجانيك مولوكيولز زي ايه في جسمك؟ زي الكربوهيدرات اللي عباره عن سكريات، منها سكريات بسيطه وسكريات معقده، زي البروتين دي كلها مركبات عضويه، زي الفات الدهون، كل ده عباره عن اورجانيك مولوكيولز. وفي حاجات ان اورجانيك مولوكيولز زي الذرات والعناصر في جسمك، زي العناصر وكده يشوي الاملاح في جسمك. طيب فبيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك طب الحاجات دي موجوده فين؟ جوه الخليه. فبيقول لك انا بقى عندي تاني مستوى تقسيم للجسم، سيلولار ليفل معناها الخلوي. فبيقول لك ان الخليه دي هو اصغر حاجه، هو الحاجه التركيب الاساسي، از ذا بيزك ستراكشر، التركيب الاساسي في جسمك. جسمك اصغر حاجه في الخليه، الخليه دي اللي جواها الكلام اللي فوق ده. انت اصغر حاجه في جسمك ايه؟ من حيث التركيب، الاستراكشر، التركيب، اصغر حاجه فيك الخليه. زي مثلا لو قلت لك الحيطه دي تتكون من ايه؟ بتكون من طوب، فالاساسي في تكوين الحيطه الطوبه، الاساسي في تكوين جسمك السل. فبيقول لك السل دي از ذا بيزك ستراكشر اند فانكشن يونت اوف ذا لايف، يعني هي الوحده الوظيفيه الفانكشن والتركيبيه لجسمك. قال لك ان جسمك ذا هيومن بودي، جسم الانسان عنده ديفرنت فرايتس اوف سيلز، خلايا مختلفة متنوعة من الأشكال والأنواع. فلو مثلا عندك خلايا اسمها خلايا طلائية، خلايا عضلية، في خلايا كتير في جسمك مختلفة يا شباب. طيب لو احنا جمعنا شوية خلايا مع بعض، يعني مثلا لو نفترض طوبة مع طوبة مع طوبة مع طوبة، بنفترض إن الخلية زي الطوبة، فاحنا لو جمعنا شوية طوب مع بعض هيكونوا لي نظام، أو هيكون لي قطعة أو جزء من التشو، من نسيج. يبقى النسيج عباره عن مجموعه ايه؟ خلايا. طب والخلايا بتحتوي على ايه؟ على الكيميكالز اللي فوق، اللي هي الكربوهيدرات والبروتينز وكده. طيب فبيقول لحضرتك ان انا عندي كام نوع من انواع الانسجه؟ عندي الحاجات دي ممكن ناخدها يا شباب باستفاضه بعدين. عندي نسيج اسمه نسيج طلائي، ابيثيليال تيشو. في مجموع الابيثيليال تيشو ده يا شباب بيبقى عباره عن خلايا، من يعني اصلا بيتكون من كذا نوع هو كمان، فاحنا حاليا مش هندخل في استفاضه فيها،
انا هكلمكم فيها في المحاضرة بعد كده، بس اعرف حاليا المعلومة دي ان التشو يعني ايه كلمة تشو؟ يعني مجموعة خلايا. فبيقول لك ان في انواع للتشو، زي خلايا زي تشو طلائي وهنعرف عنه بعدين، ابيسيليال تشو، كونكتيف تشو زي الدم مثلا، نسيج ضام زي الدم، تمام، ماسكولار تشو اللي هو النسيج العضلي زي العضلات، نيرفس تشو النسيج العصبي. كل شيء انواع من الايه، انواع التشو الانسجه اللي هي عباره عن مجموعه خلايا مع بعض. طيب قال لك بعد كده ايه؟ قال لك بعد كده عندي حاجه اسمها اورجان. يعني ايه اورجان بقى؟ اقول لك مثلا عندك الكبده، الكبد، عضو الكبد، الكبده لو انت اخذت منه حته شريحه كده دي اسمها تشو نسيج. يبقى شويه تشوز مع بعض، يبقى تشوز دي كان عباره عن ايه؟ كان مجموعه خلايا مع بعض بيكونوا لي ايه؟ تشو. مجموعه تشو بقى مع بعض يكون لي ايه؟ اورجن اللي هو العضو. مجموعه اعضاء مع بعض يكون لي السيستم، الجهاز. بمعنى انت عندك مثلا الجهاز الهضمي عباره عن ايه؟ هتقول لي الجهاز الهضمي عباره عن عضو المعده، عضو الامعاء، عضو الكبد، صح كده؟ يبقى السيستم، تعال نطلع من تحت لفوق، السيستم مجموعه من الاورجنز، والاورجنز مجموعه من التشو، والتشو مجموعه من الخلايا، والخلايا تحتوي على الكيميكال. خلاص شباب؟ طيب ايه بقى، ايه بقى انواع السيستم اللي في جسمي؟ ايه الاجهزه اللي في جسمي؟ قال لك عندك حاجه اسمها الانتجومنتري سيستم، الجهاز الجلد، السكيلتال سيستم الجهاز الهيكلي اللي هو العظم، الماسكولار سيستم الجهاز العضلي اللي هو العضلات واللحم اللي في جسمك، النيرفس سيستم الجهاز العصبي، الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي، الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو القلب والاوعيه الدمويه اللي هي الشرايين والاورده، الليمفاتيك سيستم الجهاز الليمفاوي المناعي، اندوكراين سيستم ودي عباره عن الغدد اللي في جسم حضرتك اللي هتفرز حاجات، وهناخد الكلام ده يا شباب باستفاضه بعدين، دي اول محاضره. طيب قال لك اليورينري سيستم الجهاز البولي، الكلى بقى والحالب والجو ده، الريبرودكتيف سيستم الجهاز التناسلي، تمام. طيب فكل السيستم دي، ذا سيستم اللي احنا قلناها فوق دي كلها مع بعض بعد كده بيكونوا لي مين؟ البني ادم، الجثه اللي قدام حضرتك دي اهو. شوفي بيقول لك ايه؟ قال لك شويه كيميكالز اللي هو شويه ذرات وجزيئات مع بعض جوه الايه؟ جوه الخليه دي كده، الخليه اصغر حاجه في جسم حضرتك، والخليه شوية خلايا مع بعض بيكون لي نسيج اهو تشو. تلاتة الانسجة مع بعض اللي تتركب مع بعض يكون لي العضو بقى، العضو اعضاء مختلفة يكون لي سيستم، وانا عندي 11 سيستم مختلف احنا قلنا عليه. طيب عندي حاجة شايف اسمها الهوموستيزيس. يعني ايه هوموستيزيس؟ يعني الميل الى الثبات، الاتزان. يعني احنا يعني ايه هوموستيزيس؟ يعني الاتزان، الميل ان يحصل اتزان، دينتنسي تو مينتين ستيبل عشان يحصل اتزان. يعني ايه برضو يا شاب؟ يعني انت تكون البيئه بتاعتك الداخليه، الانترنال انفايرمنت، انترنال انفايرمنت البيئه الداخليه اللي هي درجه حراره جسمك اللي جوه، البي اتش اللي جوه، السوائل اللي جوه، تكون كونستانت، تكون ثابته. لما بيحصل ده بنسميه هوموستيزيس. طيب بيقول لك ايه؟ قال لك ان الهوموستيزيس ده بيبقى ماله؟ ده بيتطلب ايه عشان يحصل اتزان وعشان يحصل استقرار في جسمك من جوه؟ قال لك لازم ان الجسم يبقى كونتينيوسلي مونيتور، بيكون بيراقب الحاجات الانترنال كونديشنز. يعني لازم دايما نشوف مثلا مثلا انت مثلا البي اتش بتاعتك اختلفت او درجه الحراره اختلفت، فجسمك يبدا يظبط عشان يرجعها تاني في حاله الاتزان. لو درجه الحراره عليت يحاول يقللها عشان ترجع تاني درجه حراره الاتزان بتاعتها اللي هي 37، هكذا. طيب قال لك يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني ايه برضو هوموستيزيس؟ بقول لك هوموستيزيس معناها ان جسمك بيميل، البيئه الداخليه بتاعته اللي هو الانترنال انفايرمنت بشاور لك عليها اهي، بتميل ان هي تكون كونستانت. طيب يعني ايه برضو؟ ايه البيئه الداخليه؟ زي ايه يعني؟ زي مثلا البلد تمبريتشر، درجه حراره جسمك، زي مثلا البلد بريشر، ضغط الدم بتاعك، زي مثلا النيوترونز، العناصر والمغذيات في جسمك، زي مثلا البي اتش، تمام، اللي هو تركيز الايون الهيدروجين، زي مثلا كل ده شباب بيبقى ليهم حاجه اسمها سيت بوينت. يعني ايه سيت بوينت؟ يعني نورمال رينج، رينج طبيعي. يعني مثلا النورمال رينج بتاع البادي تمبريتشر ايه؟ 37. النورمال رينج بتاع البلاد بريشر كام؟ 80 على 120، 120 على 80، هكذا. اللي هو ليهم حاجه اسمها سيت بوينت. يعني ايه سيت بوينت؟ يعني نورمال رينج، معدل طبيعي.
ده لما يبقى في المعدل الطبيعي، سواء بقى مثلا التمبريتشر درجه الحراره او بلاد بريشر او الكلام ده كله، لما بيبقوا في النورمال رينج ساعتها بيحصل حاجه اسمها ايه؟ هوموستاسيس، ان جسمك بيميل للاتزان. طيب قال لك برضو، طب التوازن ده بيحصل ايه؟ عشان يحصل بقى الهوموستاسيس ده اللي هو الميل الى الاتزان، جسمك محتاج يعمل كذا حاجه. عشان يحصل الميتزن ده بيحصل عمليتين دايما عشان جسمك يبقى فيه اتزان، نيجاتيف فيدباك، عمليه اسمها نيجاتيف فيدباك، ونيجاتيف معناها سلبي، معناها رد الفعل او رد الفعل السلبي. وعندي عمليه ثانيه بتحصل في جسمك برضو اسمها بوزيتيف فيدباك، يعني رد الفعل الايجابي. برضو مش فاهم يعني العمليتين دول اللي هو النيجاتيف والبوزيتيف دول برضو مهمين عشان يحصل لك اصلا هوموستاسيس، الاتزان، ميل الى الاتزان. طيب ايه برضو يعني ايه نيجاتيف فيدباك ويعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ يعني ايه؟ اديك مثال، اقول لك مثلا لو كان درجه حراره جسمك رفعت عن 37، هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي، هو الطبيعي ان يكون حد 37. طيب لو بقت 38 39 50 40 41، طبعا داخل في حمى وهتعمل لك مشاكل جامده جدا. طب انت جسمك هيتصرف ولا انت هيستسلم للامر؟ لا جسمك بيتصرف، هيعمل ايه؟ قال لك ان ارتفاع درجه الحراره عن، بيقول لك ايه، بص على الرسمه دي عشان مهمه، البادي تمبريتشر اكزيد 37، لما درجه الحراره على الجسم تعدي ال 37 دي بالنسبه لي محفز، حاجه اسمها استيمولس، ده محفز. هيحفز مين؟ هيحفز لي الخلايا العصبيه اللي موجوده في الجلد والبرين والمخ، اللي هو النيرف سيل ان سكين اند برين، هيحفزها يقول لها ايه؟ يعني ده كده درجه الحراره لما رفعت حفز لي الخلايا العصبيه اللي موجوده في الجلد والبرين. فالخلايا العصبيه تعمل ايه؟ تنقل الاستيمولس ده، تنقل تروح تقول ايه؟ تروح تقول للمخ، يعني الخلايا العصبيه اللي موجوده في الجلد والمخ ده، هتنقل ايه؟ هتنقل معلومه للمخ. ايه المعلومه؟ هتقول للمخ ان درجه حراره الجسم رفعت عن 37. طب هتنقل المعلومه دي للمخ في انهي منطقه في المخ؟ هتنقلها في منطقه في المخ اسمها temperature regulatory center. يا شباب في منطقه في المخ اسمها temperature regulatory center، دي معناها ايه؟ معناها مركز بيتحكم في درجه الحراره، يعني هو اللي بيظبط لي درجه الحراره، ده مركز او مكان موجود فين؟ في المخ. فبقول لحضرتك لما درجه الحراره عليت، راحت الخلايا العصبيه اللي موجوده في الجلد والمخ، نقلت المعلومه دي، لقيتها لفين؟ نقلتها للمنطقه موجوده في المخ، منطقه بتنظم لي الحراره. طيب المنطقه اللي موجوده في المخ اللي بتنظم لي الحراره دي عملت ايه؟ راحت حفزت السويت جلاند اللي هو الغدد العرقيه اللي موجوده في الجسم ان الجسم يعرق. فلما الجسم عرق ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان درجه حرارتك نزلت، قلت عن الدرجه الحراره العاليه اللي كانت موجوده. هو ده بالنسبه لي اسمه ايه بقى؟ اسمه نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف ايه؟ فيدباك. تمام؟ ان احنا بنحاول نقلل ان جسمك كان درجه، يبقى نيجاتيف معناها ايه؟ سلبي، بمعنى ايه؟ ان درجه حرارتك كانت 37، كانت معديه، بيقول لك اكزيد 37، معديه 37. فانت جسمك بيحاول يقلل الرقم ده، بيحاول يقلله عشان يرجع تاني ل 37، مش عايزه يعدي 37 اصلا. فما دام هو جسمك رد فعله ان هو بيحاول يقلل عن الحاجه اللي جسمك موجود عليها، ده بيسميها نيجاتيف. لكن لو جسمك كان بيحاول يزود الحراره، دي بنسميها ايه؟ لا طبعا هو جسمك هنا بيحاول يقلل، خد مسار انه بيحاول يقلل حاجه معينه حصلت في جسمك، فبنسميها ايه؟ نيجاتيف. قال لك برده في مثال تاني، الكنترول تحكم في البلاد جلوكوز، في السكر بتاع الدم. تعالى اوريك بقى هنا ايه، مش موجوده عندك هنا بس انا هوريها لك يعني برده عشان تكون فاهم. قال لك مثلا البلاد جلوكوز ليفل، قال لك ايه اللي هيحصل لو 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 السكر في الدم عالي قوي. لو السكر في الدم يا شباب، هو السكر في الدم مثلا نسبته حوالي ايه؟ من 70 ل 110. طب بيقول لك لو نسبه السكر دي عليت قوي في الدم، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، ان البنكرياس هيستجيب لايه؟ ان السكر في الدم عالي، دي كده بنزل ستيمولس، الحاجه المحفزه، هتحفز مين؟ البنكرياس. هو طيب البنكرياس هيعمل ايه؟ هيقوم يفرز لي انسولين، هرمون اسمه الانسولين. طب الانسولين يعمل ايه؟ يقوم ياخد السكر اللي موجود في الدم ده يدخله جوه الكبد، فبالتالي السكر يقل من الدم. تمام؟ قال لك مثلا في مثال تاني، ده يبقى ده ايه؟
ده اسمه نيجاتيف فيدباك. اشمعنى؟ عشان جسمك خد مسار انه يقلل حاجه عاليه. قال لك مثال تاني، قال لك دلوقتي برضو لو البلاد جلوكوز ليفل، ايه اللي حصل لو البلاد جلوكوز ليفل ده، لو السكر في الدم تو لو، تو لو يعني لو قليل قوي، ايه اللي حصل؟ يعني اقل عن 70، ايه اللي هيحصل؟ ان البنكرياس هيستجيب للاشاره دي ان السكر قليل، فيوم يستخرج او يفرز لي هرمون اسمه جلوكاجون. يبقى انا عندي فيه هرمونين تبع البنكرياس، هرمون اسمه الانسولين وهرمون اسمه الجلوكاجون. الهرمون ده بيعمل ايه؟ يروح للكبد يقول يا كبد تعالى، مش انت كنت مخزن السكر الزياده، طب يلا طلعه بقى وطلعه في الدم. عشان ايه؟ عشان نزود الدم، نزود السكر اللي الدم. يبقى يا شباب دلوقتي ايه هو ده شباب النيجاتيف فيدباك، ان بيحصل مسار عكس اللي كان بيحصل. مثلا جسمك كان درجه حرارته عاليه، فاحنا بنحاول نقلل، ما دام هو بيعمل عكس اللي جسمك كان عكس اللي جسمك عليه، ده اسمه نيجاتيف فيدباك. لكن هو لو بيزود اللي جسمك عليه يبقى اسمه بوزيتيف فيدباك. فهمت يا شباب؟ يبقى هنا انا عندي مين الاستيميوس، مين المحفز؟ ان درجه الحراره كانت عاليه، هو ده الحاجه اللي حفزت الجسم. طب حفزت السنسور، مين السنسور؟ مين الحاجه اللي حست؟ اللي حس الاعصاب، الخلايا العصبيه الموجوده في السكن والبرين. طيب الخلايا العصبيه هتروح لفين؟ هتروح للمكان المتحكم بقى في الحراره دي، في تظبيط الحراره، اللي هو الكنترول سنتر، مكان التحكم، اللي هو مين هنا عندنا في بالنسبه لمثال درجه الحراره، ان منطقه اسمها تمبريتشر ريجوليتوري سنتر موجوده في المخ. طيب المنطقه دي بقى اللي هو الكنترول هتروح تعمل ايه؟ تدي امر لمنطقة الاستجابة. بنسمي ايه منطقة الاستجابة هنا؟ بنسميها افكتور. طب منطقة الاستجابة كانت هنا اسمها ايه؟ كان اسمها السويت جلاند، الغدد العرقية، هي دي الاستجابة. استجابت عملت ايه؟ خلت جسمك يعرق، فلما عرقت، لما عرق جسمك درجة حرارتك نزلت. طيب يبقى ده كده عمل ايه؟ عمل هوموستيزس، عمل اتزان. يبقى الهوموستيزس محتاج ايه؟ محتاج عملية زي دي لما يحصل خلل جسمك يظبط نفسه. طب تاني عملية اسمها بوزيتيف فيدباك. يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ يعني رد الفعل الايجابي، يعني احنا بنزود. بمعنى مثلا قال لك اهو، مثال اهو، قال لك هنا الراس دي واحدة هتولد، ادعوا لها يا جماعة تقوم بالسلام، دي واحدة هتولد. فطبيعي الولادة الطبيعي بيكون راس البيبي نازل تحت، بص المنطقة دي اسمها ايه؟ اسمها الرحم، يعني ده كده اسمه الرحم، وده اسمه عنق الرحم اللي هو الحتة دي. فالعيل ده ضاغط على عنق الرحم، ضاغط على عنق الايه؟ الرحم. بيقول لك ايه؟ هيد اوف بيبي، بيبي اللي هو راس العيل، بوش بتعمل بتدفع السيرفكس. يعني ايه سيرفكس؟ الكلمه دي مهمه، اللي هي المنطقه دي يا شباب اللي هو عنق الرحم، الراس بتدفع عنق الرحم. ده بالنسبه لي ايه؟ استيمولس، اللي هي الكلمه دي يعني المحفز. ده بالنسبه لي حفزت مين؟ حفزت منطقه الاعصاب اللي موجوده هنا، النيرف امبلس فروم سيرفكس ترانسميتد تو برين. قال لك ان فينا بقى هنا الاشارات راحت، اللي بيقول لك ايه، النبضات العصبيه من السيرفكس هتروح للبرين. بمعنى هنا المنطقه اتحفزت، منطقه السيرفكس اتحفزت، فايه اللي حصل؟ راحت قالت للمخ، دي منطقه شايف احساس فيها اعصاب، راحت قالت ايه؟ قالت للمخ، قالت للمخ ايه؟ قالت للمخ خلي بالك ان في راس بيبي بتضغط على منطقه العنق. فالمخ عمل ايه؟ راح البرين، البرين اهو استيميوليت، هيحفز غده اسمها البيتيوتري جلاند، اللي هي غده النخاميه يا شباب. الغده النخاميه دي موجوده في المخ، طب برضو يعني هو المخ حفز منطقه فيه اسمها بيتيوتري جلاند. فالغده النخاميه دي عملت ايه بقى؟ راحت فرزت هرمون، ده مهم انتوا اكيد اخدتوه قبل كده، اسمه الاوكسيتوسين. اهو يا شباب الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده بيعمل ايه؟ راح مشي في الدم، راح لمين؟ لليوترس، للرحم، اللي هي المنطقه دي. عمل ايه؟ عمل كونتراكشن، يعني عمل انقباضات اكتر واكتر واكتر في الرحم، عشان العيل يتزق اكتر ويزق اكتر منطقه العنق، فالعيل ينزل. هو ده الولد الطبيعي. يبقى شباب انا عندي ايه؟ عندي عيل بيزق المنطقه دي، فايه اللي حصل؟ المنطقه دي فيها اعصاب، فالاعصاب دي نقلت ان العيل بيحاول يزق المنطقه دي، نقلت الاشاره دي، الاعصاب المنطقه الموجوده هنا نقلت الاشاره دي، راحت ودتها لفين؟ للمخ. فالمخ لما شاف ان عرف ان في اشاره جايه له ان العيل بيدوس على المنطقه السفليه، منطقه الرحم من تحت الى منطقه العنق بيزق فيها، فالمخ راح حفز الغده النخاميه اللي فيه،
اللي هو البيتيوتري جلاند. فالغده النخاميه لما اتحفزت فرزت هرمون اسمه الاوكسيتوسين، عشان الحاله دي محتاجه اوكسيتوسين. ده هرمون بيعمل يا شباب ليه علاقه بالولاده الطبيعي. فالهرمون ده اللي حصل راح للرحم لليوترس، وبعدين راح الاوكسيتوسين ده عمل ايه؟ عمل يوترين كونتراكشن. يوترين كونتراكشن معناه ان القبضات في الرحم، فالعيل فضل يزق اكتر ايه لتحت عشان يتولد. طيب هنا بقى اللي حصل، بوزيتيف فيدباك ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. عارف ليه؟ لان انا لما العيل جه هنا اشاره، لما في اشاره وصلت للمخ ان العيل بيزق المنطقه دي، راح المخ عمل ايه؟ فرز يعني ساعد او حفز الغده اللي فيه عشان تفرز هرمون يخلي العيل يزود اكتر زق في المنطقه دي. فده ما دام زود اكتر يبقى اسمه بوزيتيف. لكن لو كان المخ خلى الناتج ان العيل ما يزقش المنطقه دي يبقى اسمه نيجاتيف. يبقى النيجاتيف معناه ان جسمك بياخد مسار عكس اللي كان المطلوب منه في الاول، يعني مش المطلوب منه في الاول، خد مسار عكس اللي جسمك موجود عليه. يعني انت جسمك هنا لما درجه حرارته عاليه قوي عن 37 معديه 37، فجسمك خد مسار انه يقلل ال 37 دي، اي يقلل درجه الحراره العاليه عن 37 بحيث هي تنزل ل 37. لكن لما جسمك هنا العيل عمال يزق منطقه الرحم، فجسمك استجاب وراح فرز هرمون. الهرمون ده بيخلي العيل يزق اكتر المنطقه دي عشان العيل يتولد. فما دام بيزق اكتر وعمل استجابه ايجابيه اسمها بوزيتيف فيدباك. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا بقى الهوموستاسيس واتكلمنا عنه، تمام. احنا بقى عايزين نعرف ايه دلوقتي؟ نعرف بس البادي فلويدز، سوائل الجسم. طبعا يا شباب انا عندي سوائل الجسم ده، طبعا ده الميه دي مهمه جدا للحياه، اصلا لللايف، الحياه بتاع حضرتك. الميه دي تبقى الميديا، الوسط المهم لكل البيولوجيكال رياكشن، كل التفاعلات البيولوجيه اللي بتحصل في جسمك ومهمه لحياتك. الميه دي اساسها. الميه بتعمل ريجوليشن، بتنظم لي البادي تمبريتشر، درجه حرارتي. حتى لما الواحد يكون مثلا سخن او حاجه يقول لك اشرب ميه، مش فاللي هو الميه داخله في كل حاجه في جسم حضرتك. طيب خلي بالك بقى دي مهمه. توتال بادي ووتر يعني ايه؟ يعني الميه الكليه في جسمك، توتال بادي ووتر. فاحنا بدل ما نقول كل شويه توتال بادي ووتر، هناخد من كل كلمه اول حرف تي بي دبليو. اهو بيقول لك ان الميه الكليه في جسمك عباره عن 70% من وزن جسمك بالنسبه لمين؟ بالنسبه للراجل النورمال ادلت ميل. يعني ايه؟ يعني مثلا نورمال ادلت ميل يعني ميل، يعني ذكر بالغ طبيعي، حوالي 70% من جسمه بيكون ميه. يعني مثلا بيقول لك لو هو وزنه 60 كيلو هيبقى حوالي 42 لتر، هيكون بيحتوي حوالي على 42 لتر من الميه. لان بيقول لك 70% من جسمك، من جسمه اللي هو بالنسبه للشخص يعني الادلت ميل الذكر البالغ الطبيعي، 70% من وزن جسمه ميه. طيب قال لك طب الميه دي بقى متقسمه ازاي؟ قال لك ان في ميه بتبقى موجوده جوه الخلايا بتاع الجسم، اهو سائل فلويد انسايد ذا سيل، جوه الخلايا. طب دي بتشكل قد ايه من كل الميه؟ قال لك تلتين الميه. يعني انا مثلا لو جسم، لو انت جسمك جسم، لو انت مثلا بنتكلم عن سيف ده 70% من وزنه ميه. طب الميه دي موجوده فين؟ قال لك الميه بتاعت سيف دي موجوده يا اما جوه الخلايا انسايد ذا سيل، فبنسميها ايه؟ بنسميها انترا سيلولار فلويد. فبناخد من كل كلمه اول حرف اي من انترا، سي من سيلولار، واف من فلويد، معناها سائل داخل الخليه. طيب قد ايه السائل اللي جوه الخلايا بتاعت جسمي؟ حوالي تلتين الميه اللي موجوده، تلتينها. طيب قال لك برضو ان السوائل دي ممكن تبقى موجوده خارج الخلايا بتاعت الجسم، فبنسميها ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد. معناها ايه؟ اهو اكسترا معناها خارج، لكن انترا معناها داخل. طيب ساده بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها فلويد اوتسايد ذا سيل. اكسترا سيلولار فلويد معناها السائل اللي موجود خارج الخلايا، فبنقول ايه؟ اكسترا خارج. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك خلي بالك بيشكل قد ايه، نسبته قد ايه بقى السائل خارج الخلايا ده؟ تلت يا شباب. يبقى احنا جسم الميه كلها قد ايه؟ خلي بالك الميه كلها قد ايه بالنسبه مثلا للشخص الراجل او الشخص الذكر الميل، الذكر الطبيعي البالغ؟ 70%، 70% من وزنه. يعني مثلا افترض ان هو عنده 42 لتر، لو هو وزنه 60 يعني
ده هو وزنه 60، تمام. طيب بيقولك ان الميه اللي جوه تلتين والميه اللي بره الخلايا تلت. تعالى بقى عشان المهم ده. طب الميه اللي بره الخلايا دي موجوده فين؟ الميه اللي بره الخلايا دي شباب موجوده فين؟ قالك يا اما يقصد بيها الميه الخارج الخلايا دي البلازما. عارفين البلازما دي هي ايه؟ انا كده هوريك صوره حالا ما تقلقش. البلازما اللي هي يا شباب الميه اللي هي عباره عن الميه او السائل اللي موجود في الدم جوه الاوعيه الدمويه، او يقصد السائل اللي بين الخلايا اسمها انترستيشيال فلويد، او يقصد السائل اللي موجود مثلا في المخ اللي هو السائل النخاعي الشوكي، او السائل اللي موجود حوالين الرئه والغشاء بتاعها، او السائل اللي موجود ما بين حوالين الغشاء بتاع القلب والقلب. يبقى ده شاب كل ده كده امثله على مين؟ على السوائل اللي خارج الجسم. طب تاني بقى كده، وتعال نقول على الهدوء في الصوره. بسم الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى يا غالي، انا قلت لحضرتك ان انا جسمي فيه سائل الميه اللي جوه، يا اما الميه دي بنسميها انتر سيلولار فلويد، يعني ميه جوه الخلايا، ودي قلنا ان هي تلتين اهي. شوف دي كده شكل خليه، شايف اللون البينك الفاتح ده؟ هو ده الميه، ادي خليه اهي، الميه اللي جواها خليه، الميه اللي جواها ودي نواه. فالميه اللي جوه دي بنسميها ايه؟ اي سي اف اللي هو انترا سيلولار فلويد. طيب دي بتمثل قد ايه؟ تلتين. طيب وقلت لك بعد كده في ميه ايه؟ خارج الخلايا اللي هو اكسترا سيلولار فلويد اللي هو اي سي اف. قال لك ان الميه اللي خارج الخلايا دي موجوده في شكلين، يا اما يقصد الميه اللي بين الخليه والخليه، مش دي خليه ودي خليه، ما بين الخليه دي والخليه دي هنا في شويه ميه، فالميه دول بنسميهم ايه الشويه دول؟ بنسميهم الميه اللي بين الخلايا، بين الخلايا اسمها انترستيشيال فلويد. ده كده اول نوع من انواع الاكسترا سيلولار فلويد. النوع الثاني قال لك ممكن يكون قاصد السائل اللي موجود جوه الوعاء الدموي، جوه الشريان والوريد. مش يا شباب الشريان والوريد بيحتوي على مواد، على الخلايا بتاع الدم، وفي ميه او في سائل اسمه بلازما. يبقى البلازما والانترستيشيال فلويد ده شكلين او نوعين من الاكسترا سيلولار فلويد. امال الشكل الثالث بيقول لك بقى الميه مثلا اللي موجوده في هنا، شايف ده ايه؟ ده المخ اهو، ده كده كله المخ، وادي الحبل الشوكي، شايف الجزء اللبني الفاتح ده؟ الميه. قال لك ان برده في ميه تبقى موجوده هنا اسمها سائل مخي شوكي، سيريبرال سباينال فلويد، يعني سائل مخي شوكي، سائل بيحيط بالمخ والحبل الشوكي، تمام، عشان يحمي الجسم برضو المخ من الصدمات. فاسمه سي اس اف، خدناك من كل كلمه اول حرف سي اس اف. قال لك برضو ممكن يبقى ايه؟ تعالى ناخد بص الالفاظ دي. قال لك برضو ممكن يبقى الميه اللي موجوده جوه العين الانترا اوكيولار، او الميه اللي موجوده ما بين الغشاء اللي بيحيط بالرئه والرئه، يعني الرئه وفي حواليها غشاء اسمه بلوري، بلورال، بلورال دي يقصد بيها الغشاء اللي بيحيط بالرئه، ما بين الغشاء ده وبين الرئه في شويه ميه. قال لك ممكن برضو يبقى يقصد بالميه الموجوده في تجويف البطن البريتونال، بريتونيال يا شباب تجويف البطن، بطنك من جوه فيه ميه برضو فيها سوائل، او يقصد مثلا الغشاء البريكارديال، يعني ايه؟ يعني الغشاء اللي بيحيط بالقلب برضو فيه نسبه ميه ما بين القلب والغشاء، او ممكن يقصد الساينوفيال. ايه الساينوفيال دي؟ معناها السائل اللي موجود، السائل الزلالي اللي موجود في المفاصل يا اولاد، السائل الزلالي ده برضو فيه ميه، او يقصد مثلا الميه الدايجستيف سيكريشن اللي هو العصارات، العصاره بتاعت المعده والامعاء، تما دي عباره عن ميه. يبقى احنا عندي الاشكال بتاع الميه الخارجيه دي او الميه الخارج الخلية دي، يا اما البلازما يا اما الانترستيشيال فلويد، يا اما ايه الميه اللي موجوده في السائل النخاعي الشوكي او. طيب قال لك هو هل في فاكتورز، في عوامل معينه تاثر على حجم الميه، على الكونتنت او الحجم؟ قال لك ايوه، العمر. قال لك كل ما الشخص عمره بيكبر الميه تقل. يعني مثلا بيقول لك لو الشخص، لو البيبي لسه نيو بورن يعني حديث ولاده لسه مولود، هتلاقي بيقول لك ان 85% من وزن جسمه ميه. 85؟ اه 85. بيقول لك مثلا لما الواد يكبر شويه، لا بقى 70. شوف قال. طب لما يبقى اولد، شخص كبير بقى، لا هتلاقي ميه قليله خالص في جسمه. طيب يبقى كده اول حاجه بتاثر لي على كميه الميه الايدج، العمر. طب تاني حاجه الفات كونتنت، بمعنى الخلايا الدهنية. بيقول لك السكس مثلا فات كونتنت، بمعنى لو جسم، لو في شخص جسمه فيه دهون كتير هتلاقي المية بتاعته قليلة. قال لك السكس. تالت حاجة السكس الجنس.
قالك مثلا الفيميل، الفيميل دي عندها فات كتير، عندها دهون كتير في جسمها، فبالتالي انا لسه قايل لك من شويه لو جسم فيه دهون كتير هتلاقي ميه قليله، فبيقول لك ان الانثى اللي هو الفيميل هتكون عندها ميه في جسمها اقل من الميل. طب الدهون موجوده في جسم الانثى في شكل ايه؟ يعني زي مثلا منطقه البريست يا جماعه، الثدي، او منطقه مثلا الفخذ، او البوتوكس اللي هو منطقه المؤخره، كل الحاجات دي بتبقى شايله دهون، فهي جسمها فيه دهون اكتر من الذكر، فبالتالي هتكون نسبه الميه بتاعتها اقل من الذكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك ايه بقى؟ طب قال لي انا عندي في حاجه اسمها بوتر باتي ووتر بالانس، يعني ايه؟ يعني توازن ميه الجسم. برضو بيحصل ازاي؟ قال لك التوازن ده بيحصل ما بين تو حاجات، بتوين ايه؟ ديلي ووتر، ديلي ووتر لوس اند جين. يعني ايه؟ يعني التوازن ده بيحصل عن طريق اللي هو الفقد والاكتساب بتاع الميه، انت جسمك اكتسب قد ايه وفقد قد ايه، في توازن بيحصل، ده برضو هنتكلم عنه. طب يعني ايه شاب ديلي ووتر انتيك؟ اللي هو يقصد بيها ديلي يعني يوميا، الشكل يومي، بشكل يومي جسمك بياخد قد ايه ميه، ووتر انتيك يعني بيدخل قد ايه في جسمه ميه. قال لك ان انت حوالي كده الانجستد فلو ليكويد اند ووتر ان فود، الطعام السوائل اللي انت بتبقى شاربها تمام، والميه اللي في الطعام بيدخلوا لك حوالي 2.5 او 2.25 مثلا لتر من الميه، الانجستد ليكويد اللي هو السوائل اللي انت بتشربها بتبلعها انجستد، والميه اللي موجود في الاكل اصلا تبقى قد ايه، حوالي بيدخل لك بقى، بيدخل لك قد ايه ميه؟ 2.25. قال لك برضو يا شباب ان في ميه بتبقى سينثسايزد، معناها تتكون في الجسم اصلا، تتصنع في جسمك عن طريق مثلا ان بيحصل حاجه اسمها ميتابوليزم قيض للكربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات بيحصل لها تكسير بقى والجو ده، فبيخرج منها ميه برضو. طيب ده كده بالنسبه لجسمك بيستفاد منه، فبيقول لك حوالي التوتال كده، توتال جسمك بياخد ميه قد ايه؟ 2.5 لتر بالمجموع بقى، ال 2.2 و 3.1 جاي من ايه؟ من القيض اللي هي الميتابوليزم. طيب قالك طب ديلي ووتر لوس، الميه المفقوده من الجسم، بيقول لك برده حوالي 2.5 لتر، سواء مثلا بتتفقد عن طريق الايفابوريشن، الطبخ اللي هو بيحصل بخار، البخار ده بيطلع مثلا اللي هو عارف اللي هو من نفسك في الصبح كده بتلاقي تحس ان في بخار بيطلع، خصوصا في الشتاء تمام، بيحصل عن طريق مثلا بيخرج من عن طريق الريسبيتوري تراكت اللي هو القناه التنفسيه، او عن طريق مثلا ان جسمك بيفقد ميه عن طريق العرق سويدنج من الجلد، فبيقول لك قد ايه بقى ده بيحصل؟ 9.1 لتر. طيب قال لك برده ممكن الميه دي تتفقد عن طريق الفيسز اللي هو البراز، البراز شايف بيطلع، البراز ده لازم يبقى فيه ميه اصلا عشان يعرف يطلع، لكن لو البراز متحجر مش هيعرف يطلع تمام. قال لك قد ايه برده؟ قد قال لك حوالي 1.1. طيب بس حاجه ثانيه، انت لو عندك دياريه، يعني ايه دياريه؟ اسهال، هتلاقي جسمك فقد ميه كتير، ممكن يدخل في جفاف اصلا. قال لك برده ان في شويه ميه بيتفقدوا ووتر لوس باي كدني، عن طريق الكدني الكليه تمام. قال لك 1.5 برده بيتفقد اللي هو عن طريق البول، يعني النورمال يورين، مش الكليه يا شباب بتطلع البول، النورمال يورين حوالي 1.5 لتر عن طريق اليوم، فاحنا لو جينا جمعنا هنلاقي برده 2.5 لتر. فبيقول لك ان انت بتشرب او بتكتسب 2.5 لتر بقى عن طريق بقى الشرب او الميه اللي في الاكل او وبتفقد برده 2.5 لتر، فبالتالي ده اسمه ايه؟ باتي ووتر بالانس، توازن ما بين الفقد والكسب. طيب نتكلم عن ايه؟ عايزين نعرف، طب هو هل في كنترول، هل في حاجه بتتحكم في البادي ووتر، في كميه الميه او في الميه بتاعت الجسم؟ قال لك التحكم ده هنقسمه نوعين، نيرفس كنترول يعني التحكم العصبي اللي هو علاقه بقى بالاعصاب والمخ والجو ده، ومستقبلات وريسبتورز، وتحكم تاني على المستوى الهرموني. يبقى اذا بيتحكم لي في البادي ووتر كميه الميه اتنين مركزين، او تو كنترول تحت سيطرتين، سيطره نيرفس اللي هو العصبيه، والهرمونال الهرمونات. بمعنى ايه؟ قال لك ان في يا جماعه حاجه اسمها ايه؟ اسمها الاوزمو ريسبتور. يعني ايه كلمه اوزمو ريسبتور؟ يعني مستقبلات اسموزيه، وده هشرحها لك دلوقتي. المستقبلات الاسموزيه دي موجوده في منطقه في البرين في المخ اسمها الهايبوثالامس، دي منطقه موجوده في المخ بالعربي حتى اسمها الهايبوثالامس. طيب يبقى البرين في المنطقه اللي هي الهايبوثالامس عندها مستقبلات بتحس بالتغيرات اللي بتحصل في الميه،
وفي برضو مستقبل تاني بيتحكم لي في الميه بتاعه الجسم، اسمه ايه؟ اسمه بارو ريسبتور. ده مستقبل برضو بيحس برضو بالتغيرات موجود في الكدني، في الكليه، وفي القلب، في الهارت. ده يبقى كده بالنسبه للمستوى العصبي. تاني تحكم في كميه الميه عندي او بيأثر لي على كميه الميه، الهرمونال كنترول اوف بودي ووتر، يعني الهرمونات اللي في جسمي برضو بتأثر لي على كميه الميه. زي مثلا هرمون اسمه الالديستيرون. الالديستيرون ده شبه هرمون بيتفرز من فين؟ من غده اسمها الادرينال. ايه الادرينال دي؟ دي غده فوق الكلى، يعني الكلى بتاعتنا عندنا كليتين، كل كليه فيها فوقيها غده اسمها ادرينال جلاند، اللي هي الغده الفوق كلويه او الغده القذريه. الغده بتفرز هرمون اسمه الالديستيرون. ايه اللي بيحصل؟ الهرمون ده من ضمن وظايفه ان هو بيحافظ لي على املاح معينه زي الصوديوم، تمام، انكريس سولت، بيحافظ على املاح زي الصوديوم، وبرده بيعمل على احتفاظ على الميه، ووتر ريتينشن، يعني بيحافظ لي على الميه، يعني بيحاول يخلي الميه في جسمك برده موجوده بنسبه حلوه. طيب في هرمون تاني اسمه كورتيزول، وده برده بيتفرز من فين؟ برده من الغده اللي اسمها ادرينال، اللي هي فوق الكلى. بيقول لك ان الكورتيزول ده لما بيكون موجود بتركيز عالي، ان هاي كونسنتريشن، بتركيز عالي، بيعمل نفس تاثير الالديستيرون، اللي هو ايه؟ برده بيعمل زياده او بيحافظ على نسبه الاملاح في جسمك، والووتر ريتينشن، يعني بيحافظ لك على الميه اللي في جسمك. قال لك في برده هرمون تالت اسمه الاي دي اتش، يعني هرمون مضاد لادرار البول. حتى بيقول لك الاي دي اتش ده اختصار لايه؟ لانتي دايوريتيك هرمون. خدنا من كل يعني خدنا حرف من اول من كل مقطع. انتي خدنا منها الاي، والدايوريتيك خدنا منها الدي، والهرمون خدنا منها الاتش. ده معناها ايه؟ ده شبه هرمون بيتفرز او بيطلع، مش بي يعني بيطلع من منطقه اسمها الغده النخاميه، الفص الخلفي بتاع دي اسمها بيتيوتري، يعني الغده النخاميه. فين الغده النخاميه دي؟ دي موجوده برده في المخ تحت الهايبوثالامس اللي احنا قلنا عليه، تحت يا شباب الهايبوثالامس اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، تمام. المهم ان انا عندي الغده النخاميه دي اللي هي اسمها البيتيوتري، بيتيوتري دي الغده النخاميه اللي موجوده في المخ. دي فيها فصين، يعني عباره عن فصين، فص قدام وفص من ورا. الفص من ورا ده بيطلع او ريليز، بيخرج لي هرمون اسمه الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش جاي من فين؟ جاي من الغده النخاميه اللي هي البيتيوتري، اللي هي موجوده فين؟ موجوده في البرين، في المخ. طيب الاي دي اتش ده بيعمل ايه؟ برده بيحاول ان هو بيحافظ انكريز ووتر ابزوربشن، يعني بيحافظ على امتصاص الميه للجسم، يعني بيعمل اعاده امتصاص الميه للجسم، ان هو بيحاول ان ما يخليش جسمك يفقد ميه كتير عن طريق البول، تمام. طيب يبقى ده كل شيء بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحاجات اللي بتاثر لي على الميه اللي في جسمك. طيب خلي بالك انا عندي فيها شباب حاجه اسمها ايه؟ ريجوليشن اوف ووتر انتيك. يعني احنا عايزين نعرف إيه؟ انت احساس بالعطش بيحصل ازاي؟ انت اوقات بتحس انك انت عطشان قوي، thirst sensation، يعني انت بتحس بالعطش ازاي؟ ايوه تعالى بقى عشان اشرحها لك وتفهمها بالراحه. بقول لك يا شباب انا عندي في حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر، يعني الضغط الاسموزي اوف اكسترا سيلولار فلويد. يعني ايه؟ يعني كلمه ضغط اسموزي الاوزموتيك بريشر دي؟ تعالى اوريها لك هنا عن طريق الرسمه دي. بيقول لك يا غالي كلمه ضغط اسموزي، يعني دي مثلا لونها رمادي، دي الخليه من جوه، ماشي. وايه ده؟ ايه الاسود ده؟ ده الغشاء، غشاء البلازما، وده بيبقى غشاء شبه منفس، تمام. طيب وايه الناحيه الثانيه دي؟ ده الفراغ اللي من بره، ده الخارج الخليه، الفراغ او السبيس اللي خارج الخليه، حتى بنسميه ايه عشان خارج الخليه؟ اكسترا سيلولار سبيس، يعني فراغ. الكلمه اللي فوق دي ايه؟ فراغ اللي خارج الخليه، دي كده جوه الخليه لكن ده خارج الخليه. بيقول لك يعني ايه كلمه اوزموتيك بريشر؟ الضغط الاسموزي، يعني لما بيكون او مش ده الغشاء اللي فاصل ما بين الخليه من جوه واللي من بره والفراغ اللي من بره، او في غشاء فاصل. قال لك الغشاء ده لو على الجانبين بتاعوته، على الجنب ده وعلى الجنب ده، نسبه الاملاح اللي موجوده في السائل لو الاملاح كتيره او قليله، ده بيعمل حاجه اسمها فرق في الضغط الاسموزي. يعني مثلا عندك هنا، هنا في ميه كتيره واملاح اللي هي الحمراء دي، الاملاح هنا قليله، والناحيه الثانيه خارج الخليه اللي هو اسمها اكسترا سيلولار سبيس، هتلاقي فيه املاح كتيره وميه هتكون اقل. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك هو ده الضغط الاسموزي، لما يكون الاملاح والميه انا مش متساويه على الجنبين، هو ده فرق في الضغط الاسموزي. فبيحصل ايه؟ فتلاقي الميه الووتر اهو، شوف ماشي كده، الووتر يمشي من المكان اللي فيه املاح قليله
للمكان اللي فيه املاح كتيره، كان المنطقه الناحيه التانيه دي عشان فيها املاح كتيره فهي محتاجه ميه، كانها عطشانه محتاجه ميه، فتقوم تاخد الميه من ايه؟ من جوه البر. انت فهمت يعني اصلا مبدا ضغط الاسموزي؟ طب نفس الحكايه، شوف كده اول حته من فوق ادي اهو، دي الخليه من جوه وده الخليه من بره. الخليه من جوه عندها املاح كتير، النقط الحمراء دي كتير، لكن من بره لا، في يعني من بره اللي هو السبيس اللي من بره، الفراغ اللي من بره، الاملاح بتاعته قليله، فالميه تتنقل من فين؟ تتنقل من المكان اللي فيه املاح قليله للمكان اللي فيه املاح كتيره. يبقى شاب هو ده اسمه ضغط الاسموزي يا عمر، الاسموتيك بريشر. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. انا بس كنت بفهمك الفكره، يعني ايه كلمه ضغط اسموزي اصلا؟ هو بترجم لك ده كله الكلمه دي بس. بيقول لك ايه؟ طب ايه برضو يعني احساس بالعطش ده بيحصل ازاي؟ ببساطه خالص قال لك ان بيكون الضغط الاسموزي انكريز اوف اسموتيك بريشر اوف اكسترا سيلولار فلويد، في السائل الخارج الخلوي. تعالى اوريك برضو صوره، مثلا نفترض اهو، ده مش احنا قلنا الاكسترا سيلولار فلويد معناه السائل اللي بره الخليه، اللي هو سواء بقى السائل اللي هو موجود هنا بين الخليتين، ادي خليه ودي خليه اهي، بينها بقى دي اسمها سائل خارج الخليه، او يقصد البلازما. يبقى السائل بين الخلوي او البلازما دول مع بعض اسمهم السوائل السائل الخارجي او سائل خارج الخليه، مع السوائل اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هو السوائل اللي موجوده في ناحيه القلب وناحيه الرئه والجو ده. طيب بيقول لك لما يكون هنا في نقص في السوائل في المنطقه دي، مثلا دي فيها نقص في السوائل، هنا في نقص في الميه، وهنا في البلازما دي فيها نقص في الميه، بيكون ضغطها الاسموزي عالي. يعني هتكون هنا المنطقه دي فيها املاح كتير، مثلا السائل ده اللي هو الانترستيشال فلويد هنا في ملح كتير فميته قليله، العكس يعني في علاقه عكسيه. يعني بص هنا اهو المنطقه دي مثلا لما كان فيها ملح كتير تلاقي ميتها قليله، دي لما يكون فيها ملح قليل ميتها كتيره. فلما تيجي تعرف تسمع كلمه يقول لك ايه؟ يقول لك انكريز اوف اسموتيك بريشر اوف اكسترا سيلر فلويد، معنى كده ان السائل اللي خارج الخليه ده عنده اسموزيه عاليه، يعني عنده املاح كتيره، عنده ميه قليله، في فقد في الميه. ما دام عنده اسموزيه عاليه يبقى عنده املاح كتيره، فيكون عنده ميه قليله. طيب قال لك الاسموزيه العاليه بتاعت الاكسترا سيلر فلويد زياده ليه؟ قال لك عشان في فقد في الميه، اصلا في ميه قليله، فبالتالي الاسموتيك بريشر بتاعه الملح بتاعه زاد لان الميه بتاعته قلت. طيب ده بيحفز ايه بقى؟ كده يبقى احنا كده عندي المنطقه دي، كده نفترض مثلا ان المنطقه دي هنا اللي هو الخارج الخلوي ده، السوائل اللي موجوده هنا الخارج الخليه ميتها قليله، ده يحفز منطقه، يعني الاحساس ده ان في ميه قليله هيحفز لي ريسبتورز اللي هو المستقبلات اسمها اوزمو ريسبتور، احنا قلنا عليها فوق، اللي هي المستقبلات الاسموزيه اللي هي بتحس باختلاف الاسموزيه، الضغط الاسموزي اللي موجوده فين؟ جدع، قلنا موجوده في المخ في الهايبوثالامس. طيب قال لك المستقبلات الاسموزيه دي موجوده في منطقه في حته كده اسمها سيرست سنتر، يعني مركز العطش. يا شباب انت عندك في مخك في مركز اسمه مركز العطش، بيحس بالعطش، بيحس بالاختلافات اللي في جسمك. طيب فالمركز العطش ده اللي هو السيرست سنتر اللي موجود في الهايبوثالامس، اللي هي دي اللي موجوده في المخ، عندها ريسبتورز اسمها اوزمو ريسبتورز. يعني ايه اوزمو ريسبتورز؟ يعني حست بالتغيرات الاسموزيه اللي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد. طب ايه اللي هيحصل؟ اتحفزت المنطقه دي، كانت اتحفزت اللي هي منطقه العطش اللي موجوده في الهايبوثالامس، فلما اتحفزت خلت الشخص البيرسون تو بي ثيرستي، خلت الشخص حاسس ان هو عطشان. فانت لما بتبقى عطشان بتعمل ايه؟ درينك، تشرب، درينكينج، فبتشرب، فنتيجه الشرب ده هتملى الاستومك اهو، ريزلتنج ديستنشن اوف ذا ستومك. يعني ايه؟ ان انت نتيجه ان عم تشرب ميه، تشرب ميه، فالاستومك بتاعتك اتملت بالايه؟ بالميه. طيب خلاص انت كده بطنك اتملت بالميه، هيفضل بقى يدي بعد كده اشاره للمنطقه دي تاني اللي هو الثيرست سنتر، خلاص كفايه انك تخلي الشخص يحس بالايه؟ بالعطش، لان هو بالفعل هو شرب وخلاص بطنه مليت او المعده بتاعته اتملت بالميه. فهمت كده حاجه؟ اه. فيحصل ايه بعد ما الشخص ما يبقى يكون شرب درينكينج اند وبطنه اتملت بالميه؟ هيحصل ان في محفزات هتروح، او اللي هو النيرف امبلسس يعني النبضات عصبيه، تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل انهبت للثيرست سنتر. يعني ايه برضو؟ يعني هتروح للمنطقه اللي احنا قلنا عليها اللي هو الثيرست سنتر اللي هو منطقه العطش اللي موجوده في المخ، تقول لها خلاص كفايه كفايه، الشخص شرب ومعدته اتملت ميه، كفايه ما تخلوش يشرب اكتر، فنعملها انهبت يعني نوقف نشاطها، كفايه ما تحسسوش انه عطشان. فهمت حاجه؟ اللي هو انه خلاص شرب. طيب بعد كده يحصل ايه بقى؟ طب الميه بقى اللي شربها، قال لك الميه اللي شربها دي
ابزوربت هتمتص عن طريق الجدار، مش هو موجوده في المعده دلوقتي، تطلع بقى من جدار المعده دي تتملى تملى بقى ايه السوائل الخارجيه اللي هي كانت ناقصه، فبالتالي الميه ايه فيطلع يرجع تاني يحصل ايه، يحصل بقى ان الاوزموتيك بريشر اوف اكسترا سيلولار فلويد يرجع تاني ريتيرن تو نورمال، خلاص يرجع بقى تاني طبيعي، والميه وكميه السائل كميه السائل الخارجي دي تزيد تاني. يبقى الشخص لما شرب الميه، الميه حصل لها ايه، طلعت بره جدار المعده، ابزوربت امتصت من الوول اوف ستومك، من جدار المعده والامعاء، علشان ايه تمتص من جوه علشان تطلع بره، تبقى الميه موجوده بره في الاكسترا سيلولار فلويد. فخلاص فاحنا الميه احنا كده زودنا الايه كميه الميه اللي هي في الخارج، خارج الخلويه، فخلاص كده لما دام الميه رجع زادت تاني فيها او رجع تاني للنورمال، فالاوزموتيك بريشر بتاعه ضغط الاسموزي خلاص هيرجع تاني طبيعي. طيب قال لك طب احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل برضو الريجوليشن، تنظيم خروج الميه، انت جسمك ازاي بيعمل بول او بيخرج جسمك بيفقد ميه ازاي، الاوت بوت بقى خروج الميه من الجسم. قال لك برضو قال لك زياده الاسموزيه او نقص كميه الايه البلاد فوليوم، حجم الميه حجم الدم ده برضو بيحفز الاوزمو ريسبتور اللي موجوده في الهايبوثالامس. طيب بعدين فبيقول لك بقى الهايبوثالامس يا شباب بتعمل استيميوليت، بتحفز لي، احنا قلنا قبل كده الهايبوثالامس بتعمل ايه، بتعمل استيميوليت الغده النخاميه اللي هو البستيريور اللي احنا قلنا عليها اللي هو الفص الخلفي بتاع الغده النخاميه، فتفرز لي هرمون اسمه الايه، اسمه الاي دي اتش، الاي دي اتش اللي هو هرمون المضاد لادرار البول. طيب الهرمون ده بيتفرز من فين، او الاي دي اتش ده بيعمل ايه، بيأثر لي على مين، بيأثر على الكليه، يخلي الكليه تعمل انكريز ووتر ابزوربشن، يعني يعيد امتصاص الميه من الكليه بحيث انت جسمك ما يفقدش بول كتير، فهمت حاجه كده، بحيث ان اليورين اوت بوت ديكريز، يعني كميه البول اللي هو اليورين اللي هتطلع تقل بس. يبقى احنا كده احنا ده كله بنتحكم برضو في ايه، في حوار احساس العطش والكميه الميه تطلع. فبيقول لك لو الشخص مثلا عنده اصلا نقص، يعني ده بيقول لك ايه، لو الووتر اوت بوت خروج الميه، بيقول لك لو الشخص اصلا عنده نقص في كميه الميه او كميه الدم، فده احنا ما دام هو عنده نقص في كميه البلاد فوليوم اللي هو كميه الدم، فاحنا بنبقى عايزين نخلي كميه البول اللي تطلع بعد كده قليله، فده بيحصل عن طريق ايه، عن طريق هرمون الاي دي اتش لما بيحفز الكلى ان هي تعمل ايه، تحافظ لي على الميه، فالميه تطلع بنسبه قليله. طيب وكده شايف خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.